الطواف ننقل ترتيبه. الأصل أنه عندما يأتي يطوف يضع طرف الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء فوق كتفه الأيسر، يعني يكشف الكتف الأيمن ويغطي الكتف الأيسر، هذا السنة فقط في الطواف. نعم. يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى. يستقبل الحجر، يبدأ من عند الحجر الأسود. نعم، يكبر بيده اليمنى، يقول بسم الله الله أكبر ويشير إليه. İng branche un kul bileninde qara taşqa kürsətib bismillah allahu akbar. Yec'al al-bayt daiman an yasari an shimali. Har vaqtda da bizni Ka'batullah sol yaqdan bularga deyir. Min al-hajar al-aswad ila al-hajar al-aswad hadi shawt wahid. Qara taşdan alıb qara taşqa kilib jitkənçe indi bu bir aylanu bula. Fi tawaf madha yaqul? Tawafda nar saytabiz. يذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر يتابس. يستغفر. يقرأ قرآن. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى نغفوس ريوس استغفار قلابس قرآن وقيبس. پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات يتابس. بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول. هم يمن بشمغنان علب قراتش خاحلك يتابس. يستحب أن يقول هذه الآية. مستحب وبترش وشايات نيتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بوياتنا معنا سنة يا رب امبر الله بو دنيا دادا هم آخرة دادا بزجا يخشى إزجي عملدار بيرسان يددي. نعم، وصل للحجر يكبر بسم الله الله أكبر. وصل إلى الحجر الأسود يكبر بسم الله الله أكبر. قراتش قبر بجتكشند طبعاً بسم الله الله أكبر. نعم. وهذا شوط الثاني الآن بدأ فيه. بو يكنشند أيلان وبلاش. حتى ينتهي للشوط السابع. حتى جد تبقر أيلان نشاخر. يكبر عند بداية الشوط. هر وقت تدا قراتشنا وزب بشلغندا شو شو سوزلر. نعم. إذا انتهى من الشوط السابع لا تكبير عند حجر أسود. اگر ده جد تبقر أيلان وده بتسك تقتصاغند. تكبير أتمي بس قلارنا كتالي بشارات قلبي بهذا انتهى الطواف شنون بلان طواف غز بتاع يصلي الآن ركعتين شنون صنن إكرا خاد نماز وقيمة سنة الطواف طوافنا سنة لارة لكن يبتعد عن الأماكن التي فيها الناس كشلر كوب بلغان جردان يراق بلغاي كيرك يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون إن برنشي ركعتة فاتحة دانسان كافرون سورة سنوكسنة ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد فاتحة دان سنين دي يكنش سورة قل هو الله أحد يعني إخلاص سورة سوق الراتير